تدني النظافة أبرز معالمه، سوق الأسماك بالطائف حيث تنتشر العمالة الوافدة التي تتعاطى الدخان داخل السوق المغلق. اليد التي كانت تمسك بالسيجارة توضع على الأسماك دون غسلها وحتى ارتداء القفازات، ناهيك عن بعض الباعة المتجولين الذين استغلوا المكان بالمخالفات. محلات لبيع المواد الغذائية والدواجن في مكان واحد، سوق متهالك غير منظم وتدني لمستوى النظافة. هنا تعرض الأسماك عشوائيا في الممرات قرب مجاري الصرف، حفظ للأسماك بطريقة غير صحية وانتشار للروائح الكريهة واستخدام لزيوت غير صالحة باتت سوداء من قدمها، بخلاف الأواني المستخدمة التي تبدو قديمة متهالكة. ولسان حال الأهالي يقول: ماذا تنتظرون؟